لي صباحكم حبايب قلبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف ألف ألف خير. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، فايقة اليوم، ممقوتي، يعني ما بحكي لكم قد ايه ممقوتي. شو يعني ممقوتي؟ يعني مسموم بدني. فقنا الصبح لقينا مودي افندي طلع له حبوب، فوالله خفت انا بس شوف هيك شيء على اولادي، كثير بعتها الهم وكثير يعني بخاف، مع انه انا اولادي ملقحين كلياتهم، واللقاح انا عندي اياه شيء مقدس بلتزم فيه، ملقحه كل اولادي، بس ما بعرف شو هيدي الحبوب اللي طلعت له. فهلا طايره فيه على الدكتور لنشوف الدكتور شو رح يقلنا. ان شاء الله خير على الله. سلامتك يا مامي، سلامتك. هيك الحبوب اللي على وشه هون، برون وشك هيك يا ماما، برون 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 برون. يعني بيني وبينكم انا خايفه ليكونوا هول الحبوب معديين ليعدي اخواته، فطلع له هون بصدره كمان. شايفين؟ خبرتي المتواضعه هيدا جدري. جدري؟ انا برايي هو الجدري اكثر شيء بيطلع بالصيف، يعني بالشوب الحراره عاليه، احتمال كثير كبير بيكون جدري. سبحان الله، بتحس الصيفيه بتجي، يعني مع انه الشتويه هو المفروض الانسان يجيب يعني الطقس بيجيب الامراض، بس بالصيفيه بحس الامراض اقوى وابشع. حسب هلا الشتويه موسم البرد والهدا له فيروساته وامراضه وكذا، له فيروساته الخاصه فيه. ايه وبالصيفيه له فيروساته، وحتى بالربيع له كمان امراض، والربيع نفسه الخريف له امراض التحسس. ايه صحيح، سبحان الله. لكن معظم يعني الله يحفظنا امهاتنا وكبارنا، في ناس ليلى بتتوفى بفصل الخريف، لطيف بداية فصل الخريف، سبحان الله، لأنه بيكون هذا موسم كمان بيبقى أمراض فيها فيروسات قوية. إيه الخريف. طب شو لازم يعمل الإنسان حتى ما يتحاشى هيك قصص؟ بده يجيب العصر، مع إنه والله يعني بتعرفوا هلا الدنيا صيفية، لا في مدارس ولا هالطلعات وهالفوتات. نحن اذا بنطلع يعني مشاويرنا مثل ما بتعرفوا كثير محدوده، يعني ما معنا هالمعارف وفايتين من بيت وطالعين من بيت، او فايتين على محلات مكتظه بالناس لحالنا نحن. وبرضه انت نسيتي البيئه نفسها اللي نحن عايشين فيها، صايره ملوثه، الطقس ملوث، الهواء ملوث، المي ملوثه، الارض ملوثه، كله بسبب التطور الصناعي والمصانع التلوث البيئي. التلوث البيئي يعني مع الاسف الشديد عن جد. ما بعرف انا حبيت شارك معكم هيدي الشغله، قلت بلكي لا سمح الله لا قدر الله اذا حدا منكم كمان عم بيعاني من هيك اشياء مع اولاده، بلكي بتستفيدوا من الشيء اللي رح يصير معي انا لليوم. حبيت شارك معكم هيدي الشغله لانه انا بعرف كثير امهات عندهم اولاد عم يحضروني، بهمهم اذا هيك قصص شافوها على السوشيال ميديا يعرفوا شو علاجها، لانه للامانه كمان ما كل دكاتره شاطرين. ليلى بس الاهم من هيك، سبحان الله كله في خير، كله في خير. يعني هذا بيزيد المناعه عند الطفل. ان شاء الله. بيزيد المناعه عند الطفل، اليوم الولد اللي بتحسيه عايش بين التراب وبين الوحل وبين هذا. مظبوط. ايه. بتحسه في عنده مناعه. عندك مناعه قويه، ساعات بيتعرض ل مع انه والله انا ماني من هيدي الامهات اللي مسرسب، ايه جوات البيت انه ايه بقول له حط صحن تحت تمك انت وعم تاكل، بس لما بيلحق الولد على باله يطلع لبرا ويلعب بالوحل بقول له العاب العاب، بتخلص بتتحمم خلص بتفوت على، بس اني ماني قاسرته للطفل، ماني كاتمه حريته، لا العاب اعمل اللي بدك اياه. واغلبيه الاوقات انتم بتعرفوا هلا نحن بزمن السوشيال ميديا والتابات والتليفونات، كثير اوقات انا باخذ منهم التليفونات وخلص العبوا عيشوا طفولتكم، بدي اياهم يلتهوا عن مواقع التواصل الاجتماعي، يعيشوا طفولتهم، يطلعوا تحت الشمس، ينكشوا بالتراب، يلعبوا مع لبسان، اي شيء اي شيء، بتضل هيك ذكرى براسهم ليكبروا، مش كله تليفون تليفون وقاعدين جوا تحت الاي سيات، كمان هذا غلط، لازم يندعك بالبيئه، ياخذ مناعه. في شغله كثير مهمه ليلى، الانسان اللي العائله بيكون فيها ولد صغير وبيمرض هذا الولد، يعني ما يتصلوا يتاخروا ياخذوا عند الحكيم، لا لازم دغري يروح على الحكيم مباشره، بس باقرب فرصه ياخذوا عند الحكيم او الحد الادنى، الحد الادنى عند الصيدليني. صح، الصيدليني بيكون عنده خبره بهالموضوع هذا، احيانا بيقول له لا بدك تروح تشوف له حكيم ضروري، هو الصيدليني بيقول انه هاي منا شغلتي، لازم دغري على الدكتور، واحيانا بيقول له لا هيدي طفره طالعه هلا وكذا بشكل خطر، اخذ له هالدواء
خلص دير بالك عليه بيمشي الحال. صح، بس ضروري يشوفوا حكيم، ضروري يشوفوا صيدليني من حد الأدنى. الأولاد الصغار أكيد. صح. يلا وصلنا لعند الدكتور، رح نازل وبرجع بخبركم شو صار معي. وهي رجعتنا الحمد لله. الدكتور طمني، طمن لي قلبي وقال لي انه لا الحمد لله ان شاء الله الشغلة هينة وما تعتلي. انا الحمد لله جدري. انا الحمد لله معه جدري، بس طمن لي قلبي، قال لي الجدري هيدي الايام ما نمت الايام قبل، يعني ما تعتليها. اعطاني هول الدوايين، بس هول الدوايين. هذا الدواء مضاد الهستامات ده ولا مضاد الهستامين، وهذا دهون مضاد يعني التحسس، يعني حتى ما يتحسس ويحكحك بحاله. هذا مضاد تحسس مشان ما يحكحك، وهذا دهون. مي ورد مع بودرة، شو هي بودرة ما بعرف، ببرد جسمه مثل غديتين. فسألته يا حكيم إذا بدي حممه أو يتسبح بيصير، قال لي كتير منيح. كنت خايفة لا يعدي أخواته، قلت له إذا عدي أخواته، قال بكون ممنونه إذا عدي أخواته. قلت له لا، قال لي ينعدوا هلا ولا ينعدوا عكبر، إذا نعدوا عكبر كتير صعبة والتاتشات اللي بتطلع بالجسم ما بقى تروح. فينعدوا هلا الله يقدرهم ان شاء الله، الله يحميهم. انا بنصحهم كلهم اللي عنده اولاد وسمع انه في حدا مجدر ياخذوا ليلى لعندكم. يتجدروا هن وصغار. لا الحمد لله نحن هلا بزمن جد ليلى، والله عن جد عم بحكي جد. حتى الملقح بجدر، انا اولادي ملقحين وبجدروا. الصغير اذا تجدر احسن بكثير من الكبير، الكبير بيترك اثر، بيترك تاتشات، ما بيعود يروحوا. من فتره عن جد ذاكري هادي، في عروس اجلت عرسها، عروس عندنا بالعيله اجلت عرسها لانه جدرت قبل العرس بشهر، فصار في تاتشات على جسمها. حرام شوف. ايه والله اجلت عرسها لاجل التاتشات، فالحمد لله. شو صاير معك جدري؟ شفت انه ما ضربك ابره؟ كنت عتلانها عم يضربك ابره؟ لا هو بس شرابه بتشربوه بس. شفت قديت عمته طيبة؟ حبيب قلبي. يلا كم يوم وبتصح؟ يلا بتيكم. يلا نزل البابا يجيب لك مناقيش. وصلنا هون عند حد بيع مناقيش هون بالبلد، يا الله مناقيشه كتير طيبة. فكل ما انزل على البلد بحب اكل مناقيش من عنده. نزل هيدي يجيب لنا مناقيش، جاي عبيلي منقوشة زعتر، فنطرته ليجي. يا هلا يا هلا بالحامل والمحمول، جبت لنا زعتر. انا جاي عبالي منقوشة زعتر. يا هيدي الناس بتقول يا هلا بس بالمحمول، بس لا بالحامل والمحمول. لا لا لا، في ناس عم بتقول يا هلا بس بالمحمول. كتار هيدول الناس والله عن جد كتار كتير. لا يا هلا، انا بالنسبة لي يا هلا بس بالحامل، المحمول اخر همي. ما تصدقوا المحمول بيهمني. الله، منين بتعرفوا منقوشة الزعتر؟ من الورقة يلي بتكون مغرقة زيت. هلا هيدا ولا شيء هيدا. هلا شوفوا الزيت من بعد ما ناكلها، شوفوا شوفوا شكلها. يا هيدي عن جد سبحان الله، هيدا الزلمة يلي هون بطرابلس عن جد منقوشه طيبين. يعني انا قديش بحب اعمل منقوش بالبيت وعلى ايدي، بس لما انزل على طرابلس بحب اكل من عنده. عجينته طيبه، منقوشه مميز، مع انه تغيرت الاسعار والاحوال، بس سبحان الله بتحسوا منقوشته لهالزلمه ضلت محافظه على نفس الجوده. هلا رح يسالوكي وين هذا المحل. بلا ما تعرفوا، احلى ما تفكروا دعاية. ما في داعي تعرفوا. خلينا ندلهم على اللقمة الطيبة والنظيفة. اسمع مني بلاها، اسمه معجنات او محل الحداد. معجنات محل الحداد هذا مقابل المستشفى الحكومي. مين ما سألوا عنه المستشفى الحكومي بالقبة بطرابلس القبة. هلا بيطلعوا لك جماعة الدعايات بالكومنتات. ايه دعايات. لا لا، انا بحب اقول لهم ندلهم على اللقمة الطيبة النظيفة والطيبة. مظبوط، السعر المنيح واللي بيعطوه حقه. مظبوط. سعر الزعتر هلا هيدي الكبيرة 30,000، الجبنة 70,000. شو يعني 30,000؟ يعني كل ثلاثة من هاي، مع انه ليك وليكو بالنسبة لايدي قد ايه حجمها، هاي ثلاثة منها سعرهم دولار. ثلاثة دولار. والجبنة يا هيدي؟ الجبنة الوحدة 70,000، يعني تعالوا فرجيكم الجبنة. يعني تقريبا الدولار هو 100,000، الجبنة ب 70,000. الدولار 91,000. يا شوفوا حبايبي هيدي هي تاع الجبنة، تعالوا فرجيكم اياها. كمان شكلها بيشهي. لا افتحها ما بدي خربها. الله ديليشز. بدك كباية شاي؟ بتعرفي هيدي بهالشوبات شو اطيب شغلة ممكن تتاكل؟ اطيب شغلة؟ اطيب شغلة ممكن تتاكل كباية لبن عيران فيها مكعبات ثلج. لبن عيران؟ ايه، وعدي هيك هالبرود
ممكن تبين ليلى لك عم طست هيك طست لبن طست طست طشت ولا طست طست طشت طست اللي بالبقاع بيقولوا له طشت طاسي طاسي ايه هون بطرابلس بيقولوا طست وتكون من الومنيوم او مش الومنيوم تكون من شو اسمها هيدي كروم شو اسمها الومنيوم لا لا الومنيوم بتفاعل مع اللبن ايه لكن من اي هذا من شو سموه لي معي ستانلس ستيل ستانلس ستانلس ستيل عرقاني من برا هالتلج فيها مكعبات شحيتني حش تحكي لا انا ما كان قصدي على العيران انا كان قصدي على بطيخه بارده طالعه هلا من البراد اتقطع لك هلا كم حرز تحطه بصحن شوكه يا سلام البطيخه طيب بس كترته منه صحي كمان كتره البطيخ منه صحي ايه. من اي ناحيه ببطخ الواحد ما بده بقى بصير الواحد يبطخ هلا عن جد الا طالما نحن هيك بصير الواحد مثل البعبيط اللي اصابته فطاطا اذا حدا فهم يفسر لي لانه انا ما فهمت فهلا ايه هيدي بدنا ناخذ بطيخه تكون هيك كبيره وتكون حمراء ناخذها معنا على البيت لانه هيك نحن بطرابلس فبحب بس اجي على طرابلس اخذ اغراضي معي من هون بكل بحر قدامنا هلا هنيك هذاك اللي هنيك هذاك بحر صرنا قراب على البحر اخر هذا الطريق هو البحر احيانا بيكتبوا لي يا هادي المغتربين حبايب قلبي خاصه اهل لبنان واهل طرابلس انه يا ليلى بس تكونوا على طرقات طرابلس صوري لنا مشتاقين لطرابلس هيك هذا المرفق المينا هذا البحر والسفن طرابلس الجميله قرر هيدي ياخدنا على سوق الخضرة اللي فاتحينه جديد بطرابلس هذا مش فاتحينه جديد افتتحوه جديد والله يا ليلى كله معقول مسكرين كله مسكر كان سوق الجملة بالاول جوا البلد بطرابلس بعدين نقلوا له هون ايه هون اريح بس يا هيدي على القليلة بتعرف انه ما في عجقة في باب دخول كثير من لما كان ليكو ها هيدا هو ما احلاهم ما شاء الله منين بدنا نفوت يا هادي والله لا هلا في محلات فاتحه خلينا نبرم ونفوت نبرم ونشوف ايوه هذا هو السوق تعال نشوف المدخل تاعه من وين هذا هو المدخل خاي ما شاء الله الله يزيد ويبارك الله يزيد ويبارك كل هذا شو سموه ليلى بلاد برا سوق الهال سوق الهال او سوق الجمله شو بيعرفني لا له تسميتين لك شو حلو مسقوف بالاول وين كان هذا السوق يا جماعه كان جوا بالبلد وين باي بالتباني ما هيك يا هادي بنايات البيوت وعجقه ما كان فينا لا نفوت ولا نطلع عليك ونزل هادي هلا اجوا لنا بطيخه في هناك بطيخ فكان في عجقه كثير كنا ما بنسترجي نفوت بالسياره هيدي البطيخه يلي وقع الخيار عليها الحلو هون بهذا السوق حبايب قلبي انه فيكم تيجوا تاخذوا الاشياء بسعر الجمله ارخص من المحلات اللي بتبيع بالمفرق جاهدي ممتازة هلا انا مسكرة الشباك ما عم يسمعني ليكو بتعرفوا شو جاي عبالي انزل جيب قفا سعرانيس درة رح انزل وشوف شو فيني اجيب ليكو باذنجان المكدوس ناحية العرانيس على هذا بقاعي حبتها كبيرة ما شاء الله منيحة تمام كل الحبات منيح ما هيك يلا منيح هذا الصندوق خير الله هلا بنسلقهم على الحطب ليكو ما شاء الله شمام هون بتاخذوا باسعار الجملة حبايب قلبي احلى شيء بهالسوق الروقان بسم الله شاحنات فايتة طالعة
الباذنجان. هيكو هلا وصلت سيارة خيار، عم ينزلوا منها خيار. ما شاء الله لفت لي نظري انا هذا الباذنجان، هيكو هذا كله هلا من شوي عم ينزلوا. لفت لي نظري، عم فكر اخذ باذنجان احشي منهم اعمل طبخه والباقي جففه. شو رايك يا هادية؟ والله اسعار لقطه هون بسوق الجمله. شو رايك؟ هيك الكوسه هونيك، هذاك الكوسه، هيدي اللوبيا العايشه خانم، هي اللوبيا العادي. تعالوا نشوف الكوسه، الله يبارك، غير شكل اجمالا بسوق الجمله بيجي كله فريش من الحقل مباشرة لهون. بسم الله عبي وقتها. الله يبارك، عن جد شي بيفتح النفس والله للأمانة. نزلت المانجا، المانجا المصرية يا هيدي، أطيب مانجا. هي مصرية مصرية؟ إيه هي مصرية، أكيد مصرية، ببلادنا ما في هيك شيء. هي شغل وين هيدي؟ مصرية. شغل مصر. شفت أني بعرف. ما في مصر، ما في مانجا الا بمصر، الا بمصر هذاك الافوكا. بس هيدي شو رايك؟ انا كثير حبيت. لا لكن ما اريح اريح، لكن بالنص مثلا مجرى المي الفايضه من الشتي او شيء كله بيروح بالنص وبيضلوا غير. هون هذا المجرى قصده هيدي. هاي ايام الشتي. لكن السقف كيف مثلا مشان الشتي؟ الشتي والشمس، الواحد بيجي بكل رياحه، لا عجق تسير ولا شيء، وبوابه الدخول لحال وبوابه الخروج لحال. عن جد اللي ساهم بافتتاح هالسوق هذا الله يجزيه، الله يجزيهم الف خير. كل حدا بيساهم بالشيء بينمي هالبلد وبيخليه يكون للاحسن، عن جد الله يجزي الف خير. ما شاء الله شو كبير. لكن منظم له، له مدخل واحد وله مخرج واحد. له مخرج واحد. وين باب الخروج؟ ما شاء الله نحن بعدنا كل هالوقت وبعدنا بالسوق. لكن انا بعد هذا السوق اهم سوق ممكن انا برايي بلبنان. بلبنان كله؟ ايه. كسوق جملة؟ ايه، حد البور قريبة من بور يعني مرفأ طرابلس مثلا. عرفت كيف؟ وصاير هو نقطة الوصل بين الساحل السوري والداخل السوري حتى. صح. وبين لبنان وبين برا عن طريق البحر. عن طريق التصدير عبر السفن. كثير مهم هيدا السوق، إن شاء الله بيلعب دور كثير كبير. آمين رب العالمين. سيفة هيدي عم تتحرك. إيه سيفة سيفة. سيفة سيفة يا مامي. البحر عم يلمع لمع. لازم نسبحنا ناخذنا شي غطسه. هلا نطلع مشويين، اذا نطلع مشويين بهالشوبات.